خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد سبعي. الجزائريون أكثر اهتماما على ما أعتقد بصحة الملك، بمصير الملك، بما يجري في القصر الملكي ربما أكثر من المغاربة، وهذا ما جعلهم يعني صبحة وعشية يتفننون في الكلام عن الملكية وعن الملك. مجموعة من الجرائد الجزائرية خرجت اليوم تتساءل عن أسباب وتحلل عن سبب أو أسباب إلغاء حفلات المتعلقة بتخليد ذكرى تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين. مجموعة من الأسئلة يطرحونها، تفننوا في الكتابة وتفننوا كذلك في التحليل، لكن نقول لهم رجاء، نقول لكم راه يمشي ملك ويجي ملك، والصحراء غتبقى مغربية والمغرب سيبقى غادي يبقى واحد لكم حتى لهنا. بارك الله لنا في صحة ملكنا، ويعني الله يرجعوا بصحة وسلامة إلى شعبه العزيز. ويعني وهاد الهضره ديال الانقلابات وانقلاب داخل القصر وانقلاب عسكري في المغرب، هذه امور كنتم كتمنوها من السبعينيات، وقد شجعتم ودعمتم الجنرال أفقير على ذلك، ولكن الله كان كبير. الانقلابات خليناها لكم نتوما، شعب ودوله تعيشوا على الانقلابات. هو داك بوخروبه انقلب على بن بلا. اليوم يعني ماشي بزاف ديال الانقلابات عندكم، بوضياف انقلبتوا عليه، وبوتفليقه كذلك انقلبتوا عليه، والقيد صالح انقلبتوا عليه، وغاديين باركين مازال مستمرين في الانقلابات. ولكن المغرب راه مركز على 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 بلاده وكينمي بلاده، والملك كنقولوها اولا واخيرا هو انسان يمرض يتوفاه الله، ولكن الملكيه في المغرب مستمره لانها تجري في دم المغاربه كاملين، يعني المغاربه كاملين كيامنوا بالملكيه. ممكن يكعاو على الظروف الاجتماعيه او شي حويجات بحال هكذاك، ولكن كيعرفوا قيمة الملكية وكيعرفوا من يحاسبون ويحرصون دائما على الملكية فهاد البلاد. غير كونوا مطمئنين، هذا موضوع المغاربة حاسمين فيه. في الحلقة ديال اليوم سنتكلم عن توقف إمدادات الغاز من الجزائر لإسبانيا. لأول مرة كانت اليوم الأحد 24/7/2022، وسنتكلم كذلك عن اقتراب المغرب من تحقيق الشروط. غادي نشوفوا هاد الشروط لطرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي. المغرب كيخلي لكم تنبحوا كيف ما بغيتوا، ولكن الدبلوماسيه المغربيه خدامه كيف العافيه تحت الرماد اللي قريبه تشعل فيكم ان شاء الله. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة. سوناطراك اليوم هذا واحد البيان مقتضب على وكالة الأنباء الجزائرية ديال خبر انقطاع ديال الغاز لأول مرة. وكالة الأنباء الجزائرية اللي هي لسان حال الدولة الجزائرية كتقول بأنه عطب على أنبوب ميد غاز بالجانب الإسباني توقف إمداد إسبانيا بالغاز مؤقتا. في المقال يقول سجل اليوم الأحد عطب بالجانب الإسباني على مستوى أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا ميدغاز، لأنهم كانوا جوج ديال الأنابيب. الأنابيب كان الأنبوب المغاربي اللي كيمر عبر المغرب، واللي هو القطر ديالو كان كبير وكان كيدي واحد العدد مهم ديال الغاز إلى إسبانيا، وكان ميدغاز اللي هو كيمر من الجزائر إلى إسبانيا مباشرة عبر البحر، وهذا هو اللي فيه اليوم هذا العطب حسب ما تقول لنا سوناطراك وكذلك وكالة الأنباء الجزائرية. كيقول جاء في بيان مقتضب في بيان لمجمع سوناطراك، وأوضح ذات المصدر أن الفرق التقنية الإسبانية تعمل على إصلاح العطب من أجل استئناف تموين إسبانيا بالغاز في أقرب الآجل. يعني العطب كان على مستوى الجانب الإسباني، والفرق الإسبانية التقنية راه خدامة في هذا الأمر. الأمر ما عمره ما كان، يعني ما عمر إمداد الغاز ما توقف إلى إسبانيا، لأنه كان جوج ديال الأنابيب، لكن العطب في هذا الأنبوب فالتدفق يستمر في الأنبوب الآخر. اليوم ولأول مرة أعتقد هناك يعني شي حويجات من طرف الجزائر كتلعب
بها، فإلى ما قدرتش أنها توقف إمداد إسبانيا بالغاز نظرا للعقود اللي كينا، فأعتقد أنها بدأت تتلاعب على المستوى التقني واللوجستيكي الذي يسمح بإمداد الغاز إلى إسبانيا. نجيو الموضوع الثاني المتعلق بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. نعم، الخبر موثوق والخبر يعني قريبا سنسمع طرد البوليساريو بعد عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي. بدأ يعمل في صمت، وهذا العمل بدأ كيبان من خلال تشييد أو إنشاء مجموعة من القنصليات ديال الدول الإفريقية في يعني في مدينتي العيون وكذلك الدخلة، باش نعرفوا. نعم، البوليساريو هي منخرطة وعضو داخل الاتحاد الإفريقي، غير باش نعرفوا الحيتية والخلفية ديال الانضمام، هو أن الجزائر وكذلك ليبيا سنة 1982 داروا واحد المؤامرة خبيثة من أجل العمل على ضم البوليساريو داخل المنظومة الإفريقية من خلال الرشاوي والعطيات. حنا ما غاديش نتكلم على هذا الامر، ولكن غادي نخلي واحد السيد اللي هو كان انذاك مدير ديال الاتحاد الافريقي، غير باش نعرفوا بان اي مؤسسه كبيره كيكون عندها المكتب التنفيذي وكذلك المكتب الاداري. المكتب التنفيذي الذي يضم الاعضاء على راسه رئيس المؤسسه، هو الأعضاء الذين يقررون في المشاريع وكذلك في القرارات، والمكتب الإداري أو الهيئة الإدارية التي تنفذ، هي الإدارة فقط تنفذ هذه القرارات. هذه القرارات كيديروها الأعضاء وينفذها الموظفون. كان على رأس الإدارة في الاتحاد الإفريقي سنة 1982 واحد التونسي سميته أحمد والنيس، اللي غادي ياخذ سنة 2012 وزارة الخارجية في تونس. نسمعوا ليه كيفاش كان، كيفاش استطعت الجزائر وليبيا آنذاك من إقناع، ماشي من إقناع، من رشوة الدول الإفريقية للموافقة على ضم البوليساريو إلى الاتحاد الإفريقي. نسمعوا هذا الشهادة ديالو ونجو نكملوا بقية الحلقة ديالنا ديال اليوم. يجب أن نقول كل الحقيقة في قضية الصحراء. قضية الصحراء لم نؤمن بها يوما من الأيام، الكيان الصحراوي لم نؤمن به يوما، فلذا هذا من طرهات يعني الانتهازية للقيادة العسكرية الجزائرية. ثانيا، الدول الإفريقية لم تؤمن يوما بالكيان الصحراوي. أنا كنت شاهد لأنني كنت مدة سنتين مدير إفريقيا، فكواليس معناها منظمة الوحدة الإفريقية كانت سوق تباع وتشترى فيها التصويت، القرارات التي يتقدم بها الوفد الليبي أو الوفد الجزائري. الدول الإفريقية لم تؤمن بذلك، وأنا شخصيا شاهد على وفود إفريقية يأتون إلي ويقولون لي لا تلمني إني سأصوت لصالح القرار الجزائري. لماذا؟ لأن من يسد علينا إما الجزائر أو ليبيا الفاتورة لاستيراد الأدوية التي نحتاجها في وطننا لمدة 6 أشهر، من يسد لنا الفاتورة لتوريد الأدوية نصوت لصالح معناها قراره. من يهدينا باخرة من النفط حتى يسد لنا حاجياتنا في الطاقة لمدة سنة نحن نصوت له. من بعد جاء المغرب في 2017 باش يرجع أنه ينخرط أو الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019، ولكن من بعد خدمة بروفيسيونيل، خدمة احترافية بمعنى الكلمة، استطاع أنه يؤسس ويشيد لمجموعة من القنصليات الإفريقية ويثبت قرار هذه الدول بالاعتراف بمغربية الصحراء. المغرب شنو خاصه باش يجري على البوليساريو اليوم من الاتحاد الإفريقي؟ حسب واحد القانون ديال التأسيسي، القانون التأسيسي ديال الاتحاد الإفريقي بالضبط في المادة 32 كيقول يتم إقرار تعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع
أو بأغلبية الثلثين في حال تعذر ذلك، وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. باش يغير أي دولة تغير القانون ديال الاتحاد الافريقي ويعني انضمام دوله او معينه داخل الاتفاقيه، فهو ضمن وماده داخل القانون. باش يبدل المغرب هذا القانون خاصه اما الاجماع ديال هاد الدول، يعني 54 او 55 دوله اذا اقرنا، لان اليوم بحكم الواقع فالبوليساريو هي عضو داخل الاتحاد الافريقي، خاصه اما 55 دوله كلها تمشي مع المغرب فيما في قراره، ولا ما قدرش انه يدير الاجماع فمن حقه يتغير هذا القانون بحشد الثلثين ديال هاد الدول. مزيان باش نفهموا مزيان، عندنا 55 دوله، الثلثين ديال 55 هو 36 دوله، يعني المغرب يجيب 36 دوله ويجلسوا يقولوا راه بينا نغيروا في هذا القانون، غادي تحال يعني هاتي الامور مباشره على التغيير، لان 36 دوله اللي هي الثلثين ديال الدول الاعضاء بغات القانون اي تغيير. المغرب نجح ماشي في 2017، يعني وعقلوا معايا مزيان، في 2017 هو انضم، ولكن في 2016 كانت 28 دوله في قمه كيغالي في رواندا دارت واحد رساله موجهه الى رئيس الاتحاد الافريقي انذاك الراحل ادريس ديبي، تدعوه الى تعليق مشاركه جمهوريه الوهم في اشغال الاتحاد الافريقي. يعني المغرب كانت بقات خاصو 8 ديال الدول، هادشي في 2017 28 دوله. اليوم عدد الدول اللي كاينه دايره القنصليات ديالها في افريقيا عندنا 19 دوله، نزيدوا عليها المغرب اللي هو 20، وكذلك مجموعه من الدول الاخرى اللي تعترف بمغربيه الصحراء ولكن مازال ما فتحاتش القنصليات ديالها في الصحراء المغربيه، مثلا مصر وكذلك النيجر ومجموعه من الدول. اذا المغرب اليوم يكفيه فقط 36 دوله اللي قريب جدا من هذا، يعني من هذا الرقم، من اجل تحقيق هذا الحلم اللي غادي نبغيه اصلا كنا يكون، لان المغرب ملي كان انتهج سياسه الكرسي الفارغ كانت الجزائر كدير ما بغا. اليوم الدول الافريقيه ما يقدرش شي واحد يدير شيها يقول لها مثلا نعطيك باش تشري الدواء كما كان في الثمانينات، لانه كانت المجاعه وكانت الامراض وكانت الاوبئه. اي دوله افريقيه اللي كتعيش هذا الوضع المزري كما شفنا في الشهاده ديال ونيس، غتجي دوله مسك عليها الله بواحد شويه ديال الدولارات غتقول لها غادي نشري لك الدواء للشعب ديالك، واجي صوتي عليا كي يعني صوتي على القرار اللي بغيت، راه اكيد كلشي كان غادي يمشي مع. اليوم الدول الافريقيه ما بقاتش فيها الانظمه العسكريه الديكتاتوريه، ما بقاتش اصبحت الى حد مهم جدا تملك قرارها الاقتصادي والسياسي، اذا ما تقدرش اليوم الجزائر ولا اي دوله انهم ياثروا على القرار ديالها. هذه واحد الرساله لهذاك بوصبع دابا اللي كيتفرج، بغيت نقول لك ها فلوسك فين مشات. في الثمانينات فاش الدول مثلا ديال الخليج بدات النهضه ديالها في هاد المرحله ديال الثمانينات، هذيك الفليسات ديال الدولارات بدات كتنمي بها البلاد ديالها على المستوى الاقتصادي والبنيه التحتيه اللي كتشوف دابا اليوم، دير غير ريسيرش وشوف قطر كيف ولات، وشوف الكويت كيف ولات، وشوف الامارات كيف ولات، وشوف السعوديه كيفاش ولات. ففي هذيك المرحله بالضبط اللي كنتي انت الدوله ديالك كتبيع الغاز وكتباع البترول، ولكنها ما كانتش كتستثمر هاد الامور داخل البلد ديالها، بل كانت كتعطيها رشاوي الى دول اخرى من اجل سبب معين وهو البوليساري، باش تعرف بان هذاك اكبر قالب هزيتيه يا بوصبع في بلادك اللي هو البوليساريو. المغرب ان شاء الله قريب من تحقيق حلم طرد هذا الوهم من الاتحاد الافريقي، وان شاء الله بعد الطرد ديالو ستسمعون انه مدرج في قوائم العصابات والارهاب الدولي ان شاء الله الرحمن الرحيم. خوتنا النهايه ديال هذه الحلقه، الى عجبتك اكيد دعمنا بجيم بارتاج وشاركها مع اللي عزيز عليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.